خويا العزيز 4000 درهم واني زين يستاهل مليح بصحتك تستاهل اخويا العزيز. تحياتي لكم من السوق الاربعاء سوريا. الناس اخوتي بدات تتشري المصيبه ولكن ديما تنظروا السوق وتنجيبوا نحاولوا نجيبوا لكم شي سلعه صوروا لكم شي حواله وشي سلعه زين اللي تستاهلوا تشوفوها. وانتم ما عليكم يدعمونا باللايكات وبالبارطاج وغادي تشوفوا معنا فيلم جديد خويا جد قناة المهدي الجزار من مدينة مكناس. انتم ما عليكم يدعمونا باللايكات نسلا زين برا هادو ديما تيجيبو المليح هما خوتي. السلام عطيه فيها 4000 درهم ما بغاش يبيع والله الا مخليك 10000 فيه والله الله يسعدك لايكات اخوتي الله يجازيكم بالخير. خوتي العزاز تحياتي لكم من قناة المهدي الجزار من مدينة خوتي العزاز. غادي تشوفوا معنا الأثمنة الحقيقية اللي كاينة في كل شهيد البحر. نتوما ما عليكم تدعمونا باللايكات وبالبارطاج وما غاتشوفوا معنا إلا جديد في قناة المهدي الجزار من مدينة تحياتي لكم خوتي وخواتاتي العزاز. أنا خوتي يا عزوه هنا مليحه ولا تندورو السوق و تنشوفو شي حاجه اللي هي زوينه و تنصوروها على الويل شي باقي اللي بغيت. ايوا انا خويا هذا كان مجيد. شنو داير في السنه هذا كان مجيد؟ ها دار باع باع ما عطاوك شي فيا و دام شنو كاين شي تزاز ما عطاوك شي فيا ما عاطينش فيه ما عاطينش فيه ما عطاونيش فيه هذا شنو لا حج المتتبعين والمتتبعات من قناة المهدي الجزار من المدينة. يوم اخوتي غادي نوريكم واحد السلعة اقتصادية عصرية ومليحة وزينة. فوالا الناس اخوتي راه بدات تتشري العيد. نتوما عطاونا اللايكات وبالبارطاج شوفوا معنا الا الجديد قناة المهدي الجزار من مدينة معنا هاد الشريف هذا زرهوني ديما كيجيب شي حاجة زينة والمليح. أنا خوتي العزاز غادي نجيبو لكم الثمن الحقيقي إن شاء الله. تباعت الله يسخر المواليد ويسخر لمواليها اللهم بارك. تقريبا اخوتي خرجت بشي 46000 ريال جملة. هانتوما تشوفو الخروف هانتوما اخوتي بزاف شي 46 اخويا باش تبعت كاين شوية التامنية ها. وانا اخوتي العزاز لي عزينة مليحة انا اخوتي السلعة بالموسية عند السلعة ديالنا اللهم بارك عندي حاجة مليحة وزين عطاو فيها 46000 ريال اخوتي وقطعها ب 48000 ريال بالمليح وزين راه كيصار جي واحد تمشي لكوريا تعيط على رزقها. انا اخوتي العزاز عطاونا اللايكات ودي السلعة اخوتي اللي تدخل سوق اربعاء سوريا. انا اخوتي ديما شنوريكم شي حاجه مليحه وزينه الصفا انا اخوتي العزاز دعمونا باللايكات الله يجازيكم بالخير اللي يدخل يعطينا اللايك. وديما غادي تشوفوا معنا الجديد ما تنساوناش اللايكات الله يجازيكم بالخير. السلام عليكم خوتي العزاز تحياتي لكم من قناة المهدي الجزار من مدينة مكناس. دائما اخوتي تنتساراو السوق وتنحاولوا نجيبوا لكم شي حاجة اللي هي زويونة شي سلعة اللي هي كاينة
نتوما اخوتي دعمونا باللايكات الله يجازيكم بالخير. اللي دخل اخوتي شاهد معنا هذا لا فيديو هذا يعطينا اللايك، وتحياتي لكم من قناة المهدي الجزار من مدينة صفاقس. خرفان صراحة اخوتي الاعزاز، خرفان ملاح وجميل. ونحاولوا اخوتي نجيبوا لكم الثمن، وانتم ما عليكم تدعمونا غير باللايكات. وحنا في السوق الاربعاء مكناس كما كتشوفوا الشارع اخوتي راه موجود، الناس راه بدات تدخل تشري الحوليت تاعنا هذا اخوتي. وانتم ما عليكم تدعمونا باللايكات والبارطاج، مشاهدة هذا الفيديو هذا يعطينا دائما اخوتي تنحاولوا نديروا لكم بالسليقه باش تشوفوا يعني بنادم تيشوف الانسان تلا دخل السوق يعرف ما يشري وما ياخذ. اللهم بارك اخوتي الاعزاز المليح المليح ديال السلعه البرقيديه كاينه في مدينه مكناس. انتم دعمونا باللايكات اخوتي، نجيب لكم الثمن الحقيقي مباشره من الاربعاء سوق مكناس. وتحياتي لكم. أو دخلتونا، أجي تشتريو منا مواد.